خلص بسرعه البرنامج. حسيت خلص بسرعه. ميمي ضلعي هذا حبيبي، يعني يا رب اتمنى له التوفيق، يعني اتمنى ما يرجع هنا العراق، اتمنى يعترف باكثر بعد بحيل الله ان شاء الله. تتواصل وياه يوميا، توجه له النصائح يوميا، شو يقول لك على تجربته بالبرتغال؟ يقول شيء مختلف مختلف مختلف، يقول وليد مختلف خطيه، حتى متعوب وتشست تباعي من التمرين، من التمرين متعوب خطيه، متعوب حيل يعني. تباعت البارحه اول تباعت فتحت فيها كاميرا اقول له ليش هيك وليد، يقول لي يعني تمرينه مو ساعه وكاب يلا روح، لا لا تمرين تمرين، هذا التمرين. فيعني حبيبي ان شاء الله الله يوفقه.